أهلا بكل أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. نأخذكم للتعرف على آخر المتابعات والمستجدات الرياضية. بإمكان جميع مشاهدينا الآن متابعة الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. جولة الشوط الثالث نبدأها من أهم العناوين. وزارة الشباب والرياضة تغلق ملعب عفك الدولي بعد الأحداث التي رافقت مباراة الديوانية والجوية في مباريات الدوري، ولجنة الانضباط بصدد إصدار عقوبات على أصحاب التصريحات المنفلتة. قضاء سامراء يحتضن منافسات بطولة محافظة صلاح الدين بكرة القدم لفرق الأكاديميات الرياضية لفئة الشباب بمشاركة 12 فريقا مثلوا فرق المحافظة. وتداعيات أخطاء حكام الدوري الممتاز ومدى تأثيرها على الوضع العام ونتائج الفرق نناقشها اليوم في الشوط الثالث مع الحكم الدولي السابق رعد سليم. أهلا بكم من جديد. قررت وزارة الشباب والرياضة إغلاق ملعب عفك الأولمبي في محافظة الديوانية بعد الأحداث التي رافقت مباراة الجوية والديوانية التي انتهت الثلاثاء بفوز الجوية بهدف دون رد. طالب الموسوي مدير شؤون الأقاليم في المحافظات والتابعة لوزارة الشباب تحدث لوسائل الإعلام قائلا إن الوزارة قررت إغلاق ملعب عفك على خلفية رمي جماهير الديوانية لقنان الماء على حكم المباراة الدولي مهند قاسم لعدم احتسابه ركلة جزاء حسب وجهة نظرهم. وأضاف أن ذلك لم يكن السبب الوحيد لإغلاق الملعب، وإنما عدم تنظيم دخول وخروج الجماهير كونها لا تنطبق مع معايير الاتحاد الدولي، مبينا أن الوزارة ستغلق الملعب حتى تتعهد وزارة الداخلية وقيادة الشرطة الديوانية بتوفير الحماية اللازمة للاعبين والجماهير. يذكر أن مباراة الجوية والديوانية انتهت بفوز الأول بهدف دون رد في افتتاح الجولة 14 من الدوري الممتاز الثلاثاء. حقيقة موضوع الحكام راح نناقشه في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم، ولكن موضوع قرارات إغلاق الملاعب اللي تقررها الوزارة فور كل مشكلة تصير الحقيقة مو حل، هذا هروب من واقع. احنا إذا أردنا أن نحل أي قضية علينا أن نعالج من المتسبب ونعاقب المتسبب ومن ثم نتخذ قرارات. أما القرارات الآنية السريعة اللي هي تيك أواي موجودة، أي مشكلة تصير نقرر إغلاق الملعب، هو إغلاق الملعب إذا أغلقتوه هو حل للمشكلة اللي صارت؟ أكيد إحنا نريد نشوف تداعيات المشكلة. بعدين المفروض وزارة الشباب تدعم موضوع قوة حماية أمن الملاعب اللي وزارة الداخلية في وقت ماضي قررت حلها وعدم دمجها، أو المفروض إحنا نعزز مكانة قوة أمن الملاعب ويصير تنسيق لجان مشتركة ما بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب ووزارة الداخلية حتى نقدر نأمن مبارياتنا ونظهر بالصورة اللي تلبي الطموح. هو هذا الحل، مو نغلق ملعب. أيضا مشاهدينا الأحبة، بعد التصريحات المثيرة للجدل والتي عرضت في وسائل الإعلام كردة فعل طبيعية للأخطاء الكثيرة اللي ترتكب أثناء مباريات الدوري الممتاز، لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وعلى لسان رئيسها طه عبد حلاته قررت اتخاذ عقوبات رادعة بحق من أسموهم بالتصريحات المنفلتة واللي شأنها التأثير بشكل سلبي على صورة مسابقة الدوري الممتاز. بيان لاتحاد الكرة نقلا عن رئيس اللجنة حلاته قائلا وفق لوائح لجنة الانضباط الخاصة بالتصريحات في مختلف وسائل الإعلام واللي تكون خارج الضوابط والأعراف الرياضية سيتم إصدار عقوبات تتناسب والحد منها. وأضاف البيان انتظرنا وصول التوثيقات الخاصة بتصريحات المدير الفني لكرة نفط الجنوب عادل ناصر الداعي للتفرقة بين الأندية العراقية
حيث تم الاطلاع وبانتظار إصدار العقوبات المناسبة خلال الأيام المقبلة. وأشار لقد تم إبلاغ إدارتي الزوراء والجوية للتنسيق مع روابط الأندية للإسهام بشكل فاعل في الحد من الهتافات المسيئة عبر استبعاد العناصر اللي تثير العبارات العنصرية والطائفية واللي ستصل عقوبتها إلى 7 مباريات. ولفت إلى أن هناك بعض الألفاظ النابية سيتم التعامل معها بعقوبات رادعة وفق المادة 67 من الفقرة 4 من لوائح لجنة الانضباط القاضية بالإبعاد والغرامات المالية. الحقيقة هذا الموضوع أيضا إحنا نتضامن مع لجنة الانضباط بصدد هذا الموضوع. نعم يجب علينا أن نتخذ عقوبات رادعة بحق كل من يريد أن يحدث البلبلة والخلل والمشاكل في مباريات دورينا، ليس في دوري الكرة وإنما في كل المباريات الرياضية. الرياضة شيء سامي وجميل، والتشجيع النظيف يجب أن يسود مدرجات ملاعبنا. وأكيد جمهورنا العزيز الغالي هو من الجماهير المعروفة بتشجيعها بحبها للكرة للرياضة، وبالتالي نريد نبعد هؤلاء المسيئين اللي راح يأثرون أكيد على جمالية رياضتنا عموما. مشاهدينا الأحبة، أيضا تحدثنا يوم أمس عن موضوع حجب المنح المالية عن الأندية اللي ما جددت إجازاتها واللي ما أجرت انتخاباتها. طبعا حجب الأموال جاء بطلب من وزارة الشباب والرياضة اللي خاطبت وزارات هذه الأندية المؤسساتية، وطلبت وزارة الشباب من وزارات هذه التابعة لها الأندية المؤسساتية بحجب المنح لحين إصدار إجازات تأسيس إجراء انتخابات. وبالتالي الأندية استاءت من هذا التصرف. ويوم أمس كان ضيفنا كابتن عصام حمد مدرب فريق الطلبة اللي تحدث وقال أنه موضوع التلويح بالعقوبات المالية لن يؤدي إلى الحلول. نتابع هذا التقرير اللي عد زميلنا محمد الخفاجي عن هذه القضية. بعد أن نفذت كل وسائلها بالإقناع، وزارة الشباب والرياضة تلجأ إلى معاقبة الأندية منتهية الشرعية بالتواصل مع مؤسساتها الراعية عبر كتب رسمية تطالب فيها قطع الدعم المالي للأندية التي لم تقيم مؤتمرا انتخابيا حتى الآن. أعتقد يعني هي مسألة تنظيمية، يعني تحتاج الأندية إلى مسألة تنظيم، واعتقد هاي من المسائل اللي يعمل بها الأندية، يعني اللي طلبتها وزارة الشباب والرياضة ليس غريبا على الأندية الرياضية، طلبت بحدود الأكثر من 12 نقطة وأعتقد هي تعمل بها، بس يحتاج لها تنظيم لا أكثر ولا أقل. فأعتقدها مسائل تنظيمية أكثر ما هي مسائل أنه رسال كتاب أو غير كتاب. وأعتقد هي عملية الحصول على الرخصة هي مكملات لحالة هي موجودة، يعني ما معقولة أنا ما أعرف أنه اليوم الزوراء أو الجوية أو غيره هو متأسس أو ما متأسس. هذه متأسس هو، بس يحتاج إلى أمور تنظيمية ممكن أن تعيد منح الرخصة من جديد والعمل بها. الأندية الجماهيرية أبدت استياءها جراء الطريقة التي تعاملت بها وزارة الشباب والرياضة، كونهم يرونها لا تتناسب وحجم ومكانة الأندية وتأريخها. أعتقد المسألة هي مو مسألة بين خلاف وبين وزارة الشباب وبين التعليم العالي، هي مسألة بسيطة. إجازة التأسيس مسألة يعني شغلة سهلة بس يراد لها وقت. إحنا ما يصير ننتظر معقولة نادي الطلبة هذا النادي الجماهيري والزوراء والجوية ما عندهم إجازة التأسيس، فالمسألة يراد لها يعني وقت، ما يراد لها. من حق وزارة الشباب أن تطالب إجازة التأسيس، بس إحنا أندية مؤسسة أساسا، إحنا الأندية مالتنا مؤسسة، يعني ما يراد لها. قول تجديد الإجازة إي، أما يتم وقف الصرف على مود إجازة التأسيس لا والله هذا مو صحيح. ويرى البعض إن ما جرى لا يعدو كونه محاولة لتنظيم عمل الأندية عبر سلسلة من النقاط التي من المفترض توفرها في كل الأندية الرياضية. من بغداد الشوط الثالث محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. أكيد إحنا أيضا رح نكون معاكم أولا بأول مع تداعيات هذه القرارات اللي بصراحة تفاجئنا بها، لأنها تؤدي إلى حدوث خلل في منظومة الأندية الرياضية. أيضا نأخذكم إلى الصين تايبي ومنافسات بطولة كأس آسيا للصالات. تأهل منتخبنا الوطني بكرة الصالات إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة، على الرغم من خسارته يوم أمس أمام الفريق الإيراني المرشح للحصول على لقب كأس آسيا بخمسة أهداف مقابل 3 منها. قدم الفريق العراقي مباراة في غاية الروعة، و
الحقيقة تناوب على تسجيل أهداف منتخبنا وليد خالد وفراس محمد هدفين، واعتمد مدرب الفريق العراقي هيثم عباس على إيقاف الفريق الإيراني الطامح للحفاظ على لقبه بطلا لآسيا، وفعلا تحقق ما أراد للفريق العراقي. وسيخوض منتخبنا الوطني مباراة الدور ربع النهائي أمام الفريق اللبناني، في حين ستواجه إيران منتخب تايلاند في إطار منافسات الدوري ذاته. موفقية والنجاح لمنتخبنا الوطني. أكيد الفريق الإيراني هو بطل كأس آسيا لمواسم متتالية، وبالتالي تقديم مستوى بهذه الروعة لفريقنا إن شاء الله يكلل بنتائج إيجابية مستقبلا. نتمنى أن نجتاز عقبة الفريق اللبناني في الدور ربع النهائي حتى نصل إلى الدور قبل النهائي من البطولة. أيضا أحبتي المشاهدين، ملعب سامراء في محافظة صلاح الدين احتضن يوم أمس بطولة الأكاديميات الرياضية بكرة القدم لفئة الشباب بمشاركة 12 فريقا من عموم المحافظة. شارك في هذه البطولة عدد من فرق الشباب، وحضر منافسات البطولة عدد من الشخصيات الرياضية في محافظة صلاح الدين. الحقيقة سامراء بدت تعود شيئا فشيئا لهذه البطولات وأيضا للواقع الرياضي، ونتمنى الموفقية والنجاح إلى فرق صلاح الدين وإلى نادي سامراء وإلى جميع فرق الأكاديميات. خطوات جميلة ورائعة تخطوها هذه الأكاديميات باحتضانها للمواهب، المواهب الشابة طبعا في مجال كرة القدم. وهذه اللقطات اللي نعرضها لحضراتكم واللي وصلتنا من الزميل مدير مكاتب الشرقية في العراق الزميل عبد السميع الزاوي، اللي نشكره جزيل الشكر على تواصله مع البرنامج وأيضا رفد البرنامج بآخر الأحداث الرياضية. أكيد أجرينا لقاءات مع عدد من الشخصيات الرياضية اللي تحدثت للشوط الثالث وللجمهور الكريم عن طبيعة تنظيم هذه البطولة التي ستنظم سنويا في سامراء. الغاية من هذه البطولة طبعا هي أول بطولة لاتحاد أكاديميات محافظة صلاح الدين تابع للجنة الأولمبية الوطنية العراقية. كشف المواهب الشبابية لربدها بالأندية والمنتخبات الوطنية. طبعا البطولة هاي من مواليد طبعا 2000، وضفنا لها لاعبين 99 يعني نفس الأولمبيات مال أثينا 99، ضفناهم حتى تقوية للفريق حتى تكون جمالية لكرة القدم. أكيد أستاذ، الطاقات الشابة هي المحور الحقيقي لبناء أي فرق رياضية سواء كانت كرة القدم أو باقي المباراة أو باقي اللعبات. والتوجه إدارة نادي سامراء أنه تبدأ بالفئات العمرية حتى تكون رافد الباقي الفئات والخط الأول، فحقيقة أعتبرها خطوة إيجابية وأمر يثلج الصدر أن نشوف هالطاقات الشابة بهالأعمار هاي وتقدم هذا المستوى الجيد والمقبول. وإن شاء الله مستقبلا راح تكون هاي قاعدة أساسية لبناء فرق متقدمة بالأعمار متقدمة. بالنسبة للأكاديميات يعني في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر من أكاديمية في كل مكان في قطرنا العزيزة العراق، وهي ظاهرة حضارية وتعتبر مهمة في تنمية وصقل المواهب الكروية الصغيرة، وأصبح العالم في تطور. فبدل ما نقتصر على فريق واحد أو نادي واحد، في كل مكان في كل منطقة أصبحت ساحات خضراء موجودة ومدربين، مما يزيد خبرة المدربين وعملهم واكتشاف هذه المواهب وصقلها. وفي من ناحية علمية أيضا يدرج اللاعب تدرج علمي. شكرا لكل المتحدثين وشكرا لزملائنا مراسلي الشرقية في محافظة صلاح الدين ولزميلنا عبد السميع الزاوي.
وأكيد نتمنى الموفقية والنجاح إلى رياضة سامراء وإلى نادي سامراء وإلى عموم رياضة صلاح الدين المعروفة بتاريخه بإنجازاته. لا ننسى نادي صلاح الدين بكرة القدم حصل على بطولة الدوري العراقي سنة 83 تحت قيادة الراحل واثق ناجي وبقيادة النجم الكروي عناد عبد. أكيد هذا الإرث وهذه الإنجازات، ولا ننسى أيضا نادي سامراء اللي خرج، يكفي أنه خرج الكابتن الكبير عدنان حمد مفخرة التدريب العربي والآسيوي. إذا نتمنى الموفقية والنجاح لجميع رياضات محافظاتنا. أخيرا في الجزء الأول من حلقة هذا اليوم، رياضيي نادي عمال نينوى أطلقوا مناشدات إلى جميع المسؤولين وإلى محافظ الموصل وإلى مجلس المحافظة، الالتفات إلى دعم الرياضيين في نادي عمال نينوى، وطالبوا عبر الشوط الثالث إلى إنشاء مقرهم ملعبهم لغرض التواصل، لأنه لا يمكن لنادي بحجم عمال نينوى أن يكون هنا وهناك وما عنده مقر. وبالتالي أيضا نبارك لكل الرياضيين إعادة إعمار نادي الموصل من جديد، واللي الحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل للجهود المخلصة وللكابتن محمد فتحي مدرب نادي الموصل الشخصية الرياضية الرائعة، وإلى كل رفاقة على إعادة تأهيل نادي الموصل بإمكانياتهم الذاتية والخاصة. وأكيد أتمنى أن تصل مناشدات نادي عمال نينوى إلى المسؤولين لتلبية احتياجاتهم. نتابع ما قالوا لعدسة الشوط الثالث، ونشكر زميلنا العزيز محمود الاستيفاني على تواصله مع برنامج الشوط الثالث. نتابع. نشكر حضوركم وقناتكم الموقرة على تغطية الحدث، ومثل ما تشوف يعني احنا نادي عمال نينوى تابع لمحافظة نينوى، ونادينا عندنا استحقاقات دوري درجة أولى على مستوى المحافظة حتى يصعد فريق يمثل للمحافظة، ومثل ما تشوف احنا ساحة أهلية مؤجرة نتمرن بها لعدم وجود ملعب في محافظة نينوى. تعرف ملعب الجامعة مخصص لكذا نادي وكذا مؤسسة، وملعب الدواسة تابع وزارة الشباب مشكورين كانوا يعطونا يومين، وبسبب البطولات الفرق الشعبيه تعرف احنا ما عندنا ملعب. احنا يعني معاناه الى يوم المعاناه. نطلب من الساده المسؤولين وسيد المحافظ ورئاسه الوزراء يعني اهتمام بالرياضه واهتمام بالملاعب. احنا نادي عمال نرجو من بلديه الموصل محافظين وتخصيص قطعه ارض لنادي عمال نينوى حتى نبنيها نسويها ملعب ومباشر تمريناتنا وتدريبات. وتعرف الرياضه وكره القدم هي يعني باع طويل بالعالم وبالمحافظه، وهي تلم الشعوب وهي تلم الناس، واحنا عندنا لاعبين من جميع الطوائف ومن جميع القوميات، يعني نبذل جهد انه نصل هذا النادي حتى يشتهر في محافظه نينوى والعراق. يجري نادينا نادي عمان نينوى الرياضي تدريبات واستعدادا لخوض غمار دوري الدرجه الاولى لمحافظه نينوى، لكن مثل ما تشاهدون يعني نعاني من عدم توفر ملعب لاجراء الوحدات التدريبيه. واحنا الناشد يعني السيد محافظ نينوى والساده النواب الممثلين عن نينوى انه يوفرون يعني ملعب صالح للتمرين. هاي المعاناه طبعا مو مستمره من اليوم، يعني استمرت عده سنوات سابقه. احنا شاركنا عده سنوات في دوري الدرجه الاولى كنا نعاني من عدم توفر ملعب، ومثل ما تشاهدون هذا الملعب يعني اجروا النادي على حسابه الشخصي. نتمنى من الساده المسؤولين على راسهم السيد المحافظ النظر لهذه المعاناه، يعني بقيه المحافظات اللي العراقيه كلها يعني موفرين ملاعب صالحه للعب وللتمرين لبقيه الانديه، لكن محافظه نينوى تعاني من توفير هذه الملاعب. شكرا للمتحدثين، فعلا واقع مزري. نتمنى ان تصل مناشدات الاخوه الاعزاء الكابتن زياد العزيز الى المسؤولين وان يذللوا، هي مو فد كارثه، مشكله بسيطه جدا، وفروا لهم ملعب، دعموا رياضه الموصل، خلوا الناس ترجع تعيش حياتها الطبيعيه. عانت ظلم وقهر وجرم لمده سنوات، الان رجعوهم الحضن الوطن، ومو بعيده ومو صعبه، والله مو صعبه اذا التفتنا شويه
وعدنا شبابنا ورياضيين بدل ما يروحون هنا وهناك يا أخواني. مشاهدينا الأحبة، هذا هو الجزء الأول من حلقة هذا اليوم، نأخذكم إلى قضية مهمة بدأت تطفو على ساحة الدوري العراقي الممتاز، ألا وهي الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري. طبعا الأخطاء غير مقصودة ولكن واردة، لكن أخطاء بدأت تلقي بظلالها على تصريحات من قبل بعض المدربين اللي هددوا بالانسحاب ويلعبون ضمن محافظاتهم، وبالتالي بدينا نسمع مفردة جديدة على مسامع الدوري العراقي. الحقيقة راح نناقش هذه القضية والأخطاء التي ترتكب أثناء المباريات، ويبدو أن الأخطاء بدأت تكثر شيئا فشيئا، أكيد بها مسببات، لكني سأستمع إلى ضيفي الكريم وهو واحد من الأسماء التحكيمية الدولية الكبيرة، ألا وهو الكابتن الحكم الدولي السابق رعد سليم، والمتواجد معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن رعد، سعيد جدا بتواجدك معنا في البرنامج، وأهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا، وأنا مشتاق لك جدا. تحياتي لك زميلي وعزيزي وأخي العزيز أستاذ محمد، وصراحة اشتياقنا أكثر إليك بعد يعني فراق طويل، وتحياتي لكل مشاهدي قناة الشرقية. الله يحفظك. سعداء جدا كابتن أبو رافد في برنامج الشوط الثالث وتواجد حضرتك لما تمتلكه من خبرة واسعة. طبعا راح أقول زميلي العزيز كونك أيضا إضافة إلى أنه أنت حكم دولي وأنت إعلام الآن تقدم برنامج مهم جدا هو برنامج أنت الحكم. أستاذ رعد، يا ريت نحدث السادة المشاهدين، الأخطاء التحكيمية واردة جدا لأن كرة القدم هي لعبة أخطاء، لكن عندما تكثر الأخطاء بهذه الصورة أكيد هناك مسببات، يا ريت تخلينا في قلب الموضوع ومن وجهة نظرك ليش هاي الأخطاء اللي تحصل؟ نعم، صراحة أخي العزيز أبو علي، الآن لا يوجد دوري بالعالم بدون أخطاء، ولكن مثل ما تكلمت كيفية وضرورة أن تعالج هذه الأخطاء، لأنه نحن الآن في الثلث الأول من الدوري العراقي، وعانينا سابقا من الكثير من الحالات التحكيمية والأخطاء، لكنه كيف تعالج هذه الأمور وما هي الأسباب؟ صراحة اليوم أنا أتكلم بصراحة، لأن تعرضت أمس إلى انتقاد شديد من قبل رئيس لجنة الحكام من خلال برنامج الزميل حيدر زكي بسبب برنامج أنت الحكم، بسبب برنامج أنت الحكم. برنامج أنت الحكم برنامج تثقيفي، الغاية منه إيصال الثقافة التحكيمية لكل جماهيرنا، بالإضافة إلى يعني إيصال المعلومة الكاملة بالنسبة للإداري واللاعب والمشجع وجميع الجماهير الرياضية. لا يبغي أو الميول إلى حكم أو إلى نادي أو إلى فريق، برنامج فني فقط يعرض الحالات التحكيمية ويعطي الحلول لها. يعني في حلقة أمس أنا عرضت 35 حالة من 3 مباريات، كانت 25 حالة منها حالة إيجابية وكانت هناك إشادة بالحكام. هناك فقط 10 حالات كانت هناك بها بعض الأخطاء التحكيمية، لذلك أعطينا القرار الصحيح، وليس من وجهة نظرنا وإنما من خلال قانون كرة القدم ومن خلال اعتبارات اللي يعني نعمل بها ويعمل بها لازم كل الحكام. يعني إذن إحنا برنامج حيادي، لكن إنه تعرف أنت شنو الأسباب، خلي نوصل للأسباب اللي أدت إلى تراكم الأخطاء. يا ريت. نعم، يعني مثل ما تعرف أخ محمد، إحنا الآن بالدور 13 من الدوري العراقي. نعم، إلى الآن الحكم العراقي لم يستلم درهم واحداً من إجور الحكام، وهذه مشكلة كبيرة. الحكم يتنقل بين المحافظات، يحتاج إلى مطعم، يحتاج إلى فندق، يحتاج إلى ضيافة. يعني إحنا ب 13 دور وأكثر الحكام يحكمون بالمحافظات، محافظات بعيدة. يعني ألا يعني هناك قد يكون يعني بعض ضعاف النفوس يستغلون هذا الحكم وحاجته، يعني بمثلاً بضيافته أو بدفع أجور السيارة أو بهذه، وهذه مسألة خطيرة. إحنا دائما يجب أن تكون هناك أجور موجودة لكل الحكام، 13 دور بدون أجور. هذه ناحية. الناحية الأهم أستاذ محمد،
يعني احنا بعد 13 دور وبداية موسم ولحد الآن لا يوجد أي تدريب للحكام. كان هناك تدريب أسبوعي للحكام تناقش فيه كل الأمور وكل السلبيات. الآن لجنة الحكام تخشى هذا التدريب، تخشى هذا التجمع للحكام. ليش؟ لأن الكثير من الحكام يطالبون بحقوقهم، كثير من الحكام يطالبون بحقوقهم، راح يعرضون مشاكلهم مما سبب ضغط على لجنة الحكام، فلغوا هاي المسألة، مسألة التدريب. ناحية أخرى أستاذ محمد، نعم هذا كلام خطير أستاذ رعد، كل جولة من الدوري الكلام هذا كلام واقعي وتكلمنا به أكثر من مرة، يجب أن يكون هناك تدريب أسبوعي للحكام. نعم. تدريب عملي، يعني هسه الحكم الحكم ديدين نفسه باعتماده على قدراته الذاتية كابتن رعد؟ نعم، كل الحكام الآن متخذين بعض الملاعب. طيب. وحتى ملاعب أندية للتدريب، وهذه مشكلة. طيب. الحكم هناك قسم في لجنة الحكام. نعم نعم كابتن، هناك قسم في لجنة الحكام اسمه قسم اللياقة البدنية. نعم. هذا القسم ضمن تدريبات الحكام تدريبات عملية لتحركات الحكام، لمواقفهم، لإشارات الحكام المساعدين، لواجباتهم، بالإضافة إلى مناقشة بعض الحالات اللي تجري بالمباريات. نعم. هذه ناحية مهمة أولى. أعطيك الناحية المهمة الثانية أستاذ محمد، تفضل. في كل دوريات العالم بعد كل جولة، بعد كل جولة تقوم لجنة الحكام بتجميع الحكام وعرض الحالات التحكيمية اللي جرت في هذا الجولة في هذا الدور، حتى مناقشة الأخطاء والتعرف على بعض الأمور ثم إصلاحها. أبد ما موجود هذا التجمع للحكام، ما موجود هذا الاجتماع. كنا سابقا، أنا عملت أكثر من 10 أعوام في لجنة الحكام، كان هناك نصف شهري اجتماع لدينا مع الحكام، نعرض بالفيديو الحالات التحكيمية ونستفاد من برنامج أنت الحكم، ونعرض الحالات ونناقشها ونشوف الحكم ليش أخطأ، يقوم الحكم يتلافى الخطأ. الآن لا، الحكم ما يسأل على كل خطأ، ما يسأل على كل حالة تحكيمية، وهذه مشكلة يعني نحن. طيب. جاي نفتقدها. طيب. صراحة هناك بعض الأمور النفسية للحكم، هل تتم تجهيز الحكام بتجهيزات كبقية الدول؟ عندنا تجهيزات خاصة بالاتحاد العراقي لكرة القدم تخص الحكام، ما موجودة. يعني هذه أيضا ضغط نفسي على الحكم. نعم. يعني احنا كثير من تسمية الحكام، هناك كثير من الحكام حسب يعني رأي لجنة الحكام قد اجتازوا امتحانات نظرية وعملية باللياقة البدنية ونجح البعض منهم، ولكن هل هناك تساوي بالواجبات؟ هناك المقربون يأخذون كل دور، وهناك بعض الناجحين كل 4 أدوار 5 يحصل له واجب. يعني هذه العدالة غير موجودة. طيب. احنا دائما نريد الآن القاعدة تخوف أستاذ محمد، ما عندنا قاعدة تحكيمية. نعم. لأن الحكم الشاب، الحكم الموهوب بين كل 5 أدوار يحصل له مباراة، لو رابع لو ساحة. على الرغم من كثرة المباريات أستاذ رحمة، الحكم بالمناسبة بالأسبوع 20 مباراة، لأنه 10 ب10 فبالأسبوع 20 مباراة نحتاج. نعم. في كل مباراة 5 حكام. نعم. يعني 100 حكم يراد لنا، من 100 حكم كل 4 أدوار يلا يلوح السرة مرة واحدة. زين، أجي إلى سؤال. العفو أستاذ رعد. نعم. نعم. السيد رئيس لجنة. نعم. الحكام، نوجه له التحية، الحاج طارق أحمد، قال عدم. نعم. تسمية الطواقم التحكيمية وإعلانها مبكرا يخالف تعليمات الاتحاد الآسيوي، وبالتالي نحن نسمي الطواقم التحكيمية قبل المباراة بساعات قليلة. تعتقد هذا الموضوع يأتي في خدمة الحكم، في خدمة النادي؟ لو شلون تفسر هذا الموضوع؟ وفعلا أنه الاتحاد الآسيوي هو من أوصى بعدم إظهار أسماء الطواقم التحكيمية؟ أستاذ محمد، أنت حضرتك في أكثر من مناسبة وقبل أي مباراة لمنتخبنا الوطني، قبل أسبوع أنت تعرف الطاقم التحكيمي لمنتخبنا الوطني أو لأنديتنا. نعم. الجوية والزوراء. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ رئيس لجنة الحكام قاله، رئيس لجنة الحكام علنا قاله. نعم نعم أستاذ، رئيس لجنة الحكام، يعني مع الأسف، مع اعتزازي واحترامي بزميلي وحكمنا سوا وأكلنا وشربنا سوا وعملنا بلجنة الحكام سوا، لكنه التجني بعض الأحيان مشكلة. يعني مثل ما يقول، ما يصير محلل ومقدم برنامج يقيم حكام الدوري. زين، مو هاي كل القنوات الآن مقيمين بالاتحاد الآسيوي ومقيمين بدوري، هم يطلعون يحللون. هناك كتاب من الاتحاد الآسيوي فعلا يقول لا يحق لمقيم الحكام
اللي يقيم مباريات الاتحاد الآسيوي وبطولات الاتحاد الآسيوي أن يقيم المباراة اللي هو يكون مقيم بها فقط، وخلي يطلع الكتاب، خلي يطلع الكتاب أستاذ طارق يراوي للناس يقول ما يصير أي مقيم يحكم زين. وتسمية الطواقم، تسمية الطواقم شنو الغاية من عدها؟ إنه نعم. ما حد يدري بها إلا بساعات. إيه والله من وجهة نظرك شنو التفسير؟ نعم، أول شيء أستاذ محمد، أستاذ محمد هذه مشكلة كبيرة هي تسمية الطاقم. نعم. حكم عنده مباراة بالبصرة، عنده مباراة بزاخو، يعرف قبل يوم شلون راح يرتب أموره، شلون راح يتهيئ للمباراة، شلون راح يعد نفسه لهذه المباراة، شلون يأخذ إجازة إذا كان موظف أو مدرس أو معلم. غير احنا قبل على الاقل قبل اسبوع احنا مو كنا نعمل بجلسه حكومه نطلعها قبل اسبوع، تطلع بالفيسبوك وتطلع بالاعلام وتطلع بالصحف الرياضيه شنو الضير. لكن الان هناك مشكله اذا اعلن الطاقم التحكيمي او اعلن الحكم الفلاني لهذا الفريق اكو تاثير راح يعترض هذا الفريق يقول انا ما اريد هذا. نعم انا ما اريد هذا الحكم، انا ما اتفائل بهذا الحكم، ارجوك بدل لي الحكم. فحتى يحلون المشكله قبل يوم بالتليفون او بالفايبر تفضل انت روح للبصره، انت روح للنجف، انت بملعب الشعب. هاي مشكله اعداد الحكم للمباراه مهمه جدا استاذ محمد. الدوري الانجليزي هسه احنا ما نروح بعيد، خلال موسم كامل يطلع الطاقم التحكيمي مال الموسم. هاي قطر قريبه علينا، الطاقم التحكيمي يطلع قبل اسبوع. طيب قبل الجوله استاذ رعد، استاذ رعد ايران نعم. احنا وضعنا الان مختلف. الان انا اريد اسالك سؤال حضرتك. نعم. الآن أنت نعم. محق بما تفضلت به، أنا أشاطرك الرأي، حكم لحم نعم. ودم وصاحب عائلة. نعم. إذا لاكو فلوس ولاكو تجهيزات ولاكو دعم نعم. ويظل يصرف من جيبه وأصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أكيد راح يأثر على قابليته. لكن أستاذ رعد إحنا أمام نعم. وضع خطير، وضع بلدنا الآن أنت دشوف على غفلة لا قدر الله وصير مشكلة. والبارحة صارت مشكلة مع الحكم اللي أوجه له التحية اللي هو مفخرة من مفاخر حكامنا مهند نعم. قاسم. أكيد أكيد حتى وإن نعم. خطأ فالخطأ وارد، لكن شفنا هناك ردة فعل نعم. رمي بالقناني من قبل جمهور. يعني الحقيقة أنا في داخلي أحترم جمهور ديوانية المحب العزيز أسوة بباقي نعم. الجماهير. الآن الخطأ لا يغتفر في دورينا بسبب الوضع العام، لأن حتى أكون أيضا منطقي في طرحي، الآن ماكو عقوبات رادعة، غياب القانون، وهذا اللي دا نشوفه اللي دا يصير. فالآن الحكم مطالب أن يركز مو 100% 5000% حتى يقدر يوصل المباراة لبر الأمان. تفضل نعم. أستاذ رعد. نعم أستاذ محمد، هذه واحدة من أهم فوائد برنامج أنت الحكم. نعم. مع اعتزازي بكل جمهور وإدارة ونادي الديوانية، الآن إحنا من أنا من شفت الحالة، أنا وزميلي حازم وراح تكون ضمن البرنامج القادم، هذه الحالة في 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 اعتبارات لمسة اليد غير متعمدة، لأن وضعية اليد بالجانب والكرة هي اللي اتجهت لليد. هذه احنا راح ننقذ الحكم وننقذ لجنة الحكام لو لا، هاي مو حالة إيجابية. احنا ليش ندور بس من يقول رعد هاي ركلة جزاء او هاي مو ركلة جزاء؟ يعني اشكل علي يا استاذ طارق احمد، انا تعرف انت استاذ محمد انا المرجع نعم. التحكيمي في قناة العراقية الرياضية. نعم. انا من يسألني محلل او مقدم برنامج ويحلل مباراة يقول لي استاذ رعد هاي راح تطلع حالة، اريدك تدز لي مسج انه شنو القرار، ادز له مسج انه ركلة جزاء وبطاقة صفراء، فيحكيها على الهواء يقول اكد علينا الخبير التحكيمي رعد سليم هناك ركلة جزاء. اتحسس منها طارق، يقول سببت لي مشكلة، اتصلوا بي وهذه. يعني ليش احنا الخطأ يجب ان نقول خطأ حتى نقومه، والصح نقول صح. يعني احنا اعتزازنا وتحياتنا للجمهور الديوانية، قد يكون يعني هو شاف لمسة يد، وكل الناس تعرف انه لمسة يد وراها يجب ان تكون ركلة جزاء، ما يعرفون انه اكو اعتبارات المسافة، وضعية اليد، هل الكرة ذهبت اليد ام اليد هي اللي اتجهت للكرة، هل كانت اللمس متعمد. يعني البعض يعرف يقول انه الكرة متجهة للمرمى، لو كان اللاعب على خط المرمى وارتطبت بيده بشكل غير متعمد الحالة طبيعية، بس هو على خط المرمى. لكن احنا نوضحها للجمهور، هذا لازم يسر لجنة الحكام. لكنه احنا حكامنا الان مضغوطين، مضغوطين استاذ محمد، لانه قله ثقافه تحكيميه في بعض جماهيرنا وليس الكل. طيب. يعني هذا اللي احنا نطلع به بالبرنامج. طيب استاذ راف ابو رافد، الان شنو الحلول اللي ممكن نعم. الان نتخذها حتى على الاقل نحمي حكمنا ونحاول ان
نقضي على الأخطاء اللي تحصل في هذه المباريات، لأنه حقيقة نشوف الجمهور غير راضي وإدارات بعض الأندية على حكام كبار. يعني علي صباح ذاك اليوم إدارة نفط الجنوب اعترضت عليه بعد خسارته أمام الزوراء، وكو اعتراضات على حكم. بعدين أكو شغلة هم أنتظر ردك الكريم، بعض الحكام ده نشوفهم كبار بالعمر قوة يركض. يعني الآن مو أكو أعمار معينة ونقول له أوقف، مو هاي ضوابط الاتحاد الدولي والآسيوي ولجنة الحكام ولا شنو؟ يعني ليش أنا دا أشوف بعض الحكام اللي يوجه لهم التحية الاعتزاز التقدير، يعني عمر 50 سنة وبعده يحكم؟ فما أدري، إحنا نختلف قانوننا. اختصر لي بالرد أستاذ رعد. أنا اختصر لك بالرد أستاذ محمد. أول شيء المسألة الفنية، إنه إحنا دورينا الآن كل 4 أيام. نعم. الحكم من يروح للبصرة وأجي أدز الزلزاخة وأودي للنجف وأجيب البغداد لود عليه، طبعا بس الحكم الدولي اللي يأخذ كل جولة. يعني أنا من يروح للبصرة مرة ثانية خلي أريحه أو أنطي رابع حتى يكون يرتاح. أنا مو كل دور أنطي، كل هذا راح يسبب لود عليه، وبعدين هو جيبه فارغ، وبعدين راح يتنقل، وهذه مش مسألة يعني غاية بالصعوبة. نعم. بعدين أنا أسألك سؤال أستاذ محمد، فديوم سمعت من الإخوان بالاتحاد العراقي لكرة القدم، جاب لجنة الحكام وقعد وياهم قال لهم تعالوا شوفوا لنا الأسباب شنو وليش ليش. نعم. يعني مجرد يعني في اجتماعات الاتحاد يطرح سؤال على السيد طارق أحمد والحلول موجودة، ليش خلي نناقش؟ يعني احنا الآن في بداية الدوري، كيف بعد أيام هناك هبوط وهناك تصدر وهناك فرق تنافس؟ يعني يجب أن تعالج الأمور من البداية. أما بالنسبة لأعمار الحكام، الاتحاد يقول الدولي الحكم الدولي 45 سنة يطلع على التقاعد مثل ما طلعنا إحنا، ومن حقك في لائحة لجنة الحكام سابقا أن تبقى سنتين تحكم بالدوري العراقي بعد 45. طيب الآن أدنى حكام 51. أستاذ رعد عذرا لضيق الوقت، وصلتني رسالة من زميلك حازم الشيخ ليوجه لك التحية، ويقول بما أن هناك بروتوكول تعاوني ما بين العراق وقطر، لماذا لا نستفيد من الحكام القطريين الدوليين ويصير تبادل خبرات؟ باختصار أستاذ، لأن وصلنا لمشارف الختام. نعم، إحنا ماكو مشكلة نتبادل الطواقم التحكيمية، ندزلهم طاقم يدزلونا طاقم. بالعكس يعني بعض الأمور عندنا ديربيات، عندنا بعض الحكام يكلفون بواجبات، خلي يجينا طاقم قطري أردني وإحنا هم ندز. أول شيء زيد خبرة الحكم العراقي. طيب. وبعدين إحنا نحل كثير من المشاكل. نعم نعم. دقيقة واحد أستاذ رعد سليم، وأنا سعيد بتواجدك معي الآن. ما هو مستقبل الحكام في قادم دورينا إذا لا قدر الله بقي الوضع كما هو عليه؟ بدقيقة واحدة. احنا اول شيء التغيير مطلوب استاذ محمد، يعني من يقف على رئاسه لجنه الحكام من 18 عام. نعم. يعني يجب ان تكون هناك وقفه لهذه المساله. نعم. وانا هذا اضعها امام اتحاد كره القدم والهيئه العامه. نعم. يعني احنا شنو ماكو بالعراق، ما عندنا محاضر دولي، ما عندنا ناس تفتهم. نعم. وبعدين حتى احنا نحل المشاكل يا اخي، خلينا نجمع حكامنا ونطرح. نعم. المشاكل وخلينا نسوي قاعده عامه ويا اتحاد كره القدم، لجنة الحكام والحكام والاتحاد والناس فنيين. بإذن الله. عندنا ناس خبراء كثير من الدول الآن. نعم. عندنا كثير من الدول الآن عندهم لجان تشرف على لجنة الحكام، خبراء. نعم. يناقشون. نعم. مع. نعم. لجنة الحكام. أستاذ رعد وصلت الفكرة. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ رعد، وكنت ضيفا كريما وعزيزا. أرمي بتساؤلاتي إلى السيد رئيس لجنة الحكام الكابتن طارق أحمد وأقول له موضوع ما طرحه الأستاذ رعد سليم، يعني ليش ماكو فلوس وليش الحكم اللي هو لحمه ودمه وبشره صاحب عائلة بدون دعم مالي، ليش؟ وين التجهيزات؟ هذا كلام في غاية الخطورة. ننتظر الرد من لجنة الحكام عبر برنامج الشوط الثالث من الشرقية نيوز. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كل الموفقية والنجاح لحكامنا، دعوة إلى جماهيرنا الكريمة التحلي بالصبر والهدوء على حكمنا اللي ديعاني ما يعاني، لأن الحكم إذا دعم رح ينجح دورينا. مشاهدين الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أكيد حق الرد مكفول عبر برنامج الشوط الثالث. أنقل لكم تحية جميع زملاء العاملين في استوديو البث، في الكونترول، في القسم الرياضي، وأيضا من زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. طبتم في أمان الله، إلى حلقة الغد أقول لكم في مالك.